واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فما زلنا مع سورة يوسف، هذه القصة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى من أحسن القصص التي أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وكيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلى نبيه عليه السلام بالسجن، وأنه بين حيث كان دعوة الله تبارك وتعالى، ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع يوسف، فكان من أمر الرؤيا ما كان، حيث رأى الملك رؤيا عظيمة، وما استطاع أحد أن يفسرها من أهل المجلس والملأ. وتذكر ذاك الرجل الذي كان مع يوسف في السجن أن يوسف عليه السلام خبير وعنده علم بتعبير الرؤى، فرجع إليه فأخبرهم بأمرها، ثم رجع إلى الملك، فلم يخرج يوسف عليه السلام إلا مبرأ من أمر النسوة، عزيزا وزيرا متملكا على خزائن مصر. ثم دخل عليه إخوته فعرفهم وهم له منكرون، ثم أحسن إليهم في المعاملة، وأوصاهم أن يأتوه بأخيه، فلما أتوه بأخيهم في المرة الأخرى والثانية كاد الله تبارك وتعالى لنبيه يوسف عليه السلام، ووضع السقاية في رحل أخيه، ثم أخذه معه ونزل بإخوة يوسف من الهم الشديد، وهذا هو الأخ الثاني لهم، فرطوا في أمره، ثم رجعوا إلى أبيهم، وأبى كبيرهم أن يرجع، وازداد حزن يعقوب عليه السلام. ثم لما اشتد الأمر والكرب، قال لهم: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولما دخلوا على يوسف في المرة الثالثة، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم ظالمون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونلاحظ عباد الله أن كلمة المحسنين جاءت أكثر من مرة في هذه السورة، وفي وصف يوسف عليه السلام في المرة الأولى لما عف عن الفاحشة، وفي المرة الثانية لما شهد له اللذان رأيا الرؤيا وقصها عليه: إنا نراك من المحسنين، وهذا في المرة الثالثة لما قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا يدل على كمال هذه المنزلة التي هي من أعلى مراتب الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل تدري ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه،
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وقال موسى عليه السلام لما اشتد الخضب ببني إسرائيل وأراد فرعون عليه لعنة الله أن يقتلهم وأن يستحيي نساءهم وأن يذبح أبناءهم، قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فعلى المؤمنين والمسلمين أن يأخذوا بالأسباب، تتكالب النكبات على الأمة وتشتد عليها الخطوب والمصائب، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولما شكا الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من أذى المشركين في مكة، قالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فكأنما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فتجعل له حفرة فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيجعل في مفرق رأسه حتى يشق باثنتين، ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فإذا أرادت الأمة النصر لا يأتي ذلك بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالمظاهرات ولا بحرق الأعلام ولا بغير ذلك، وإنما يأتي بنصر الله. إن تنصروا الله ينصركم. قال العلماء: وهذه الجملة من الآية جملة شرطية، ويسميها علماء المنطق بالجملة المقفولة، وأنه متى ما تحقق هذا الفعل من العباد تحقق الشرط من الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين استزلهم الشيطان أيوم أحد وفروا أثناء المعركة، إن الذين استزلهم الشيطان، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقد كانوا جمع من خيرة هذه الأمة، وكانوا في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خالف الناس أمرا واحدا، وقد قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أصاب المسلمين ما أصابهم يوم أحد، قال الله سبحانه وتعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فعلى الأمة أن ترجع إلى الله وأن تتوب إلى الله وأن تتخذ سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصلاح. وهكذا يوسف عليه السلام لم يكن يطمع أن يكون ملكا أو أن يكون وزيرا أو أن يكون له الأمر، وإنما كان همه إصلاح العباد وبيان الحق للناس، وكان رحيما عليه الصلاة والسلام. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو الغفور الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه ارتد بصيرا.
قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قال العلماء وهو يعلم من الله الرؤيا التي قصها يوسف عليه السلام، وكان موقنا بوعد الله يعقوب عليه السلام. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال أهل العلم جاء بأداة سوف التي تفيد التأخير، لأنه أراد أن يستغفر لهم بالسحر، أراد أن يستغفر لهم بالأسحار. قال الله سبحانه وتعالى عن صفة الأوابين المتقين المؤمنين وبالأسحار هم يستغفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. قال وذلك كل ليلة حتى يطلع الفجر. قال الله عز وجل قال ورفع أبويه وآوى، فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فأقر يوسف عليه السلام بنعمة الله عليه بأن أخرجه من السجن، وبأن جمع بينه وبين أبيه وإخوته، وبعد أن صف الله تبارك وتعالى القلوب ورجع إخوته إلى الحق وتابوا إلى الله تبارك وتعالى، ومكن الله عز وجل يوسف عليه السلام تواضع لله واستكان لله تبارك وتعالى واعترف بنعمة الله عليه. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي أنت تتولى شؤوني وأنت تنصرني وأنت تحفظني وتكلأني، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا يدل على عناية الأنبياء بالإسلام والإيمان والتوحيد. دعوة يوسف هي دعوة أبويه من قبل، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكانت هذه القصة من أعظم القصص التي ذكرها الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم من حسن هذه القصة ومن براعة الأسلوب القرآني ومن قوة كتاب الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا ختم هذه القصة بعبر ووصايا. قال الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالمعجزات والوحي،
فما كان لخبر يوسف عليه السلام أن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب وأنهم لا يعلمون إلا بوحي الله تبارك وتعالى. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أنه كتم شيئاً من الرسالة فقد كذب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. وكثير من الناس يعتقد أن من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أن أحداً من الناس يعلم الغيب دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل بل وكفر وشرك بالله أكبر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يوقنون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى شيئا من علم الغيب أو شيئاً من معرفة علوم المستقبل فقد كفر بالله تبارك وتعالى ومرق من دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو كلام العلماء، وهذا هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر الذي هو عند البخاري ومسلم، قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وإن تعجب فعجب لقول بعض من يدعى له الصلاح والولاية في السودان أن يقول: ألا يا رجال الله، ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهث عطشاناً وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله، أي الأولياء، والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله، وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. وأعجب لمن يقول، وهذه الكتب تباع الآن في الأسواق ميسورة أرخص من المآكل والمعايش: أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. وأعجب لآخر يقول من أرباب هذه الطرق الباطلة، يقول: وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي، أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. وهذه الكتب تباع في الدار السودانية للكتب وينشر في هذا الباطل والضلال. ومن فوائد قصة يوسف عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو الشافع المشفع صاحب الحوض المورود واللواء المعقود يوم القيامة، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، وما كنت لديهم إذ يلقون، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما يؤمن أكثرهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: وما تسألهم عليه من أجر، أي هذا القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وذكر العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول، ذكر صوراً من صور الشرك في تفسير هذه الآية، منها الحلف بغير الله، الحلف بالأمانة، الحلف بالنعمة، الحلف بالولد، الحلف بالزوجة، الحلف بالوالد، الحلف بالبلد، الحلف بالمعظمين، الحلف بالأولياء، الحلف بالأنبياء، الحلف بالملائكة، لا يجوز الحلف إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. ومن الصور التي ذكرها العلامة ابن كثير تعليق التمائم والحجبات، وذكر فيها حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك يذم الله ذلك في خواتيم هذه الصورة العظيمة. وهي من فوائد هذه القصة العظيمة أن الإنسان إذا لجأ إلى الله وإذا استعان بالله فرق الله الهموم من قلبه، وفتح الله عليه خيرات الدنيا والآخرة، ونصره الله وأعزه الله وأعلى الله تبارك وتعالى مكانه، وقوى الله عز وجل جانبه. كل هذا إذا استعان الإنسان بالله وإذا التجأ إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي، أي منهاجي وطريقتي، أدعو إلى الله، أي لا أدعو إلى نفسي، ولا أدعو إلى حزب، ولا أدعو إلى جماعة، ولا أدعو إلى طريقة، وإنما هو تمام التجريد لله وإرادة نصح الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أدعو إلى الله، لا أدعو إلى نفسي، لا أريد من أحد مالا، ولا أريد من أحد ثوابا، ولا أريد من أحد جزاء، ولا أريد من أحد شكرا، وإنما أبتغي بذلك وجه الله. فيبارك الله تبارك وتعالى بهذا الكلام فينفع ويؤثر الكلام في القلوب، لأنه يريد وجه الله. قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وعلى تمكن وعلى كتاب وسنة، وهذا هو الذي يصلح المؤمنين، لا يصلح الناس التنظيرات، ولا يصلح الناس المناهج المنحرفة، ولا يصلح الناس ما نستورده من أفكار من الغرب وغيرها، إنما يصلحهم كتاب الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وأن يبدأ المصلح بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان التوحيد للناس وتصحيح العقيدة وصرف ذلك كله لله تبارك وتعالى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بهذه الدعوة العظيمة ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، سيد المصلحين بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. بعد كل هذا، كل هذا العند والشروط الباطلة التي يريدون بها معارضة الحق، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه فيه أن قصي بن كلاب الذي هو سادس أو سابع أو ثامن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر قريش
آمنوا بمحمد حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ولذا قال الله عز وجل في خاتمة هذه السورة العظيمة: لقد كان في قصصهم عبرة عظة وعلم ومنفعة وسيرة حسنة لأولي الألباب والعقول. ما كان حديثا يفترى، أي ما كان يختلق وينسي ويؤلف من بنات الأفكار، وما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب من التوراة والإنجيل وغيرها من كتب الله التي أنزلها من قبل هذا القرآن، وتفصيل كل شيء من الحلال والحرام ومن الأمر والنهي ومن المكروه والمباح إلى غير ذلك، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يستر أعراضنا. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وقلب مسرور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.